السلام عليكم ورحمة الله، كي داير الإخوان؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ الحمد لله. أولا قبل كل شيء تنشكركم بزاف، كنشكر الإخوان كاملين اللي تفاعلوا مع الفيديوهات الأخيرة، وتنطلب الله سبحانه وتعالى باش نكون في المستوى، باش نقدم شي حاجة اللي يكون فيها المنفعة للجميع إن شاء الله الرحمن. هذا هو اللي تنطلبو، وسمحوا لينا إلا زعما غلطنا في شي حاجة ولا قلنا شي كلمة ماشي هي هذيك ولا هادشي اللي نطلب منكم ان شاء الله مراحل باش تسمحوا لي، وما تنساوناش من الدعاء ان شاء الله مراحل. كما قلت لكم انا دابا اليوم يلاه دخلت دابا من الخدمه ان شاء الله، وغادي نحاول باش نشوف شنو عندي في البروغرام. البروغرام اليوم الاحد تيقول بالله عندي طول يمين، عندي طول يمين غنقدمو في الماء ان شاء الله مراحل، ومعاه فاطمه نزيري. هادشي اللي كاين ان شاء الله بحول الله، والحبوب دائما راه كاينه التخليطه اللي كنصاوب انا بيدي. كاين اللهم لك الحمد اناث اللي عندها بيض، كاين اناث اللي عندها فراخ فقس جديد فايو، كاين اللي عندها البيض هاد الكلوستر هادو، كاين هادو ما شاء الله راه وليداتهم كبروا. دابا نوريهم لكم، هذا حتى هما راه عندهم واحد الفريخ راه كبر اللهم لك الحمد. ريد فاكتر تاهي عندها البيض من جديد، وهذاك الريسيسيف تا هما عندهم، الاخرين راه باقي ان شاء الله الرحمن يكون خير. يلا ما نطولش عليكم، غنمشي نحضر طول يمين ان شاء الله باش نعطي التويرات. هاهو فيتامين طول يمين، هاهو تنجيب هاد القريعات تناخدو بالتقسيط، تندير قطرات تسميتو. من بعد ان شاء الله غنشوفها في البروغرام على حساب ادي طروا حتى هو نهار اش غيكون عندي ونقدمو. هدا خل التفاح، هدا السيليكون، المهم كلشي الحمد لله كاين اللهم لك الحمد والشكر. كنجيب الحاجه كنخليها كنخدم بها اليوم ان شاء الله، كيما قلت لكم غنخدم غادي نستعمل فيتامين طول يمين في الماء ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي كاين، هذا هو البروغرام ديال اليوم، اللهم يسير. نزيدو القريعات، ديما الدواء والفيتامينات وخل التفاح كنديرهم في القريعات الصغار كنقدمهم للطيور. هادشي اللي كاين. الله السلام عليكم. هاد الساعة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ كي داير مع الطويرات والولعة؟ نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم بحول الله وقوته غتكونوا دابا انتبهتوا المشربيات ديال الطيور مقلوبين، وهذا باش نعطشهم شي شوية منين جيت من الخدمة، قلبت خويت ليهم الماء وداك الشيء ونخليهم يعطشوا شي شوية باش نقدم اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم فيتامين ديال طول يمين في الماء ان شاء الله بحول الله. هادشي اللي كاين، طلبوا الله خير. هو اللي كاين في البروغرام اليوم هو واحد الباطي منزلي ان شاء الله، ايوا نتمنوا الله خير، غيكون فيه خيزو والباربا، غيكون فيه تفاح، ايوا خليكم معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنصاوب لهم هادشي ونقدموا لهم، اللهم لك الحمد والشكر. القريعات هما واجدين صغيورين، هادو هما اللي تندير فيهم الدواء. انا ان شاء الله دابا غنبدا نعمر، لان راه قبيله خليت الطيور حيدت ليهم الماء، وهنا راه شويه انا عندي شويه الحراره طالعه، راه كاينه شي نشوف نعبرهم. ايوا طلبوا الله خير سبحانه وتعالى.
انتم الاخوان تتشوفوا تنقدم خمسه القطرات في المشراريه، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، هاكا ندور عليهم كاملين، أربعة خمسة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، صافي إن شاء الله الرحمن الرحيم، نكملهم نقدمهم للطيور، هادشي اللي فيه، خمسة القطرات، وما نطولش عليكم. أول إخوان علقتوا الطيور إن شاء الله الرحمن الرحيم، وهادو صافي راه كاملين، نقدموا الطيور الأخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم، نطلبوا الله خير سبحانه وتعالى. شباب أنتم تتشوفوا دابا الطويرات كلهم، إحنا عطيناهم طول يمين كل شيء، عطيتهم فيتامين طول يمين في الماء، وبعض القريعات الصغيرة اللي كتشوفوا في الأقفاص، دابا أنا كنوجد لهم في الغداء، ها هو الغداء، فيه الحامض وفيه التفاح، فيه الباربا، خيزو، إن شاء الله ما رحيم، ونقدمو له فريخاتي وليداتي، إن شاء الله بحول الله، دابا الفطور هما تيفطرو، وشوية أنا نقدم لهم الغداء، غنوريكم واحد الوليدات صغيورين. بسم الله إلا يسر الله، بسم الله بسم الله ما شاء الله، هاهما هادو أول الصغار اللي تيكبروا هنا في المزرعة، كاين واحد الوليد آخر تا هو غنشوفوه، هاهو هدا عاش ليها غير واحد، هو هذا اللي كانت فيه ديك النقطة السوداء ما شاء الله، ولا لاباس ربي يسر فيه عاش، وهذا الفايوق عنده وليد، انا عاد جبت باش نوكله نعاونها نوكله شي شويه حتى يشد راسو، عنده واحد وليد صغير راه نجبدو نعطيه ياكل ان شاء الله، ايوا يدير الله خير. انتم الاخوان ها هو الخريط كلشي تقرض درتو في الخلاط ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنصاوبو ليهم دابا ونقدمو ليهم بحول الله وقوته هادشي اللي كاين، ايوا نطلبو الله خير، نطلبو الله يوفقنا باش من نضيعوش هاد الطويرات هادو باش نتهلاو فيهم. دابا هنا كاين التفاح، كاين خيزو، كاين الباربا، كاين الحامض، هادشي اللي كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم. شباب اول خليط راه سالا ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولكن دابا يتمشي الصيف وهادي ما تنقدموش، تنقصوا منه الماء مزيان، انا غنديروا في هذا الطرف ديال الثوب هاد الكتانه هادي ديال حياتي وغنعصروا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي يخرج منه العصير، شتوه ها هو العصير غيبدا يخرج صافي، ونعصر منه الماء وعاد ديك الساعه نقدموا للطيور ان شاء الله بحول الله. بسم الله ها هو باطي واجد الاخوان، دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم نقدموا للطيور، خليت نكمل ان شاء الله الرحمن الرحيم ونصور لكم، اللهم يسر